جميع الشهداء الثلاثة عشر الذين سقطوا قبل 10 سنوات دفاعا عن القدس والأقصى، تحية إجلال وإكبار إلى شهيد كفر مندى رامز بوشناق، وإلى شهيد كفر مندى الآخر لا ننساه أحمد خطيب. بداية لابد من أن نشكر جميع الذين شاركوا في هذه المسيرة رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن نشكر جميع الذين وقفوا والتزموا بالإضراب الذي كان قبل يومين. ثم بعد ذلك نحن منذ 10 سنوات ونحن ننتظر القصاص العادل لأولئك الذين قتلوا بدم بارد أبناءنا، لكننا نسمع ونعلم جميعا أن لا قصاص، وقد سجلت القضية ضد مجهول. هذا إن دل على شيء إنما يدل على تعامل المؤسسة الحاكمة في هذه البلاد معنا كمواطنين، ولذلك من هنا فإننا نحذر من هذا التعامل الذي كان وما زال مستمرا إلى اليوم، بالأمس في العراقيب، في الشيخ جراح، في كل مكان. سياسة الهدم، سياسة منطق القوة التي تتعامل مع أصحاب الحق، مع أصحاب الأرض، بدلا من أن يحقوا الحق ويتعاملوا معنا كمواطنين أصحاب حق وأصحاب أرض. حني في هذا اليوم إجلالا وإكبارا لهذه التضحية السامية والعظيمة، ونقول أنه 10 سنوات مضت وهذا الجرح الذي ما زال ينزف ما زال يرافقنا ويرافق حياتنا. الأمر الثاني، نحن نحيي هذه الذكرى كي نؤكد أن إسرائيل تستطيع أن تدعي أنها أغلقت ملفات المجرمين، لكننا نعلنها اليوم وحتى آخر الأيام أن هذا الملف لن يغلق حتى يعاقب المجرمون واحدا واحدا، من الذي ضغط على الزناد في أرض قرانا حتى رأس الهرم الذي أعطى الأوامر. وإن طال الزمن فإن هذا المطلب لن ينزل وهذا العلم لن ينكس. نحن نحيي الذكرى أيضا في هذه الأيام لنؤكد أننا شعب باق في وطنه، شعب مصر على حياته وعلى انتمائه وعلى هويته وعلى فلسطينيته، ومصر أيضا على مواطنته الكاملة المتساوية التي لا يأخذها ولا يطلبها منة من السلطة، إنما حق بوصفنا أصحاب هذه البلاد، وليس ممن ينتظرون الصدقات عند أعتاب السلطان الجائر. لذلك هذه الذكرى نحييها لنؤكد أنه في إطار الدعوات التي تطلقها إسرائيل الرسمية مطالبة للشعب الفلسطيني الاعتراف بيهودية الدولة، نقول أن لا يوجد دولة محتلة تعتبر نفسها قوية تريد أن تعرف نفسها من خلال جلادها. لذلك إسرائيل ليست بحاجة لنا لهذا التعريف، إنما هي تريد إذلالنا كشعب وكأمة. تريدنا أن نصادق على نتائج نكبة شعبنا عام 48 بإبهامنا، تريدنا أن نصادق على وضع علامة سؤال على وجودنا نحن هذا الجزء الذي بقي في وطنه من أبناء الشعب الفلسطيني. موضوع يهودية الدولة هو ليس حديث مفاوضات يجري في أروقة وفي صالونات، إنما حديث يتطرق ويتعرض إلى كل واحد وإلى كل واحدة من أبناء شعبنا، سواء في الوطن أو في المنفى. ولذلك نحيي الذكرى لنقول لا ليهودية هذه الدولة، هذا الوطن وهذه الأرض لها تاريخ وله هوية، ونحن هويته المشرقة. القدس والأقصى وكأن الأحداث كانت بالأمس، أذكرها بحذافيرها
فهي مطبوعة في أذهاننا يوم أن لبت هذه القرية الغراء وخرجت عن بكرة أبيها لتصد قوات المؤسسة الصهيونية ولتسطر أجمل لوحة وطنية نضالية تكللت باستشهاد الشهيد البطل رامز عباس بوشناق وجرح العديد من رفاق دربه. فهنيئا لك يا رامز وشلت أيدي المعتدين، هنيئا لك يا رامز يا أحلى عريس تشرين، هنيئا لك يا رامز يا بطل هذه الميادين، فهنيئا لك يا رامز يا شوكة بحلق السفاحين، فهنيئا لك يا رامز يا وردة هذه البساتين، فهنيئا لك يا رامز وإحنا على العهد باقين. إخواني الأعزاء، إن هؤلاء الشباب الأبطال استشهدوا لنحيا، استشهدوا لنحيا نحن ولنعيش حياة كريمة خالية من الذل والهوان تحت وطأة الحكم الإسرائيلي ومؤسساته العنصرية. فنحيي ذكراهم ونحمل قضيتهم إلى أبعد الحدود. فمعنا يا إخواني لنجعل هذا اليوم يوم الوفاء للشهداء، يوم تاريخي ويوم تحدي لهذه المؤسسة العنصرية وأذرعتها الهمجية، ولنعلن معا أنه ما زال هناك من يحمل رسالة الشهداء لكي نبقى في هذه الديار ديار الآباء والأجداد. عام 2000 كانت المفاوضات بين المرحوم ياسر عرفات القائد الأسطوري للشعب الفلسطيني وبين يهود باراك رئيس حكومة إسرائيل في ذلك الوقت في كامب ديفيد. ورئيس عرفات ذهب إلى كامب ديفيد رغما عنه في ذلك الوقت، وفشلت المفاوضات، وبعد أن فشلت جاء شارون القاتل المجرم المعروف بطل مذابح صبرا وشاتيلا ودخل إلى الأقصى ليدنس الأقصى، فكانت هبة أكتوبر. واليوم القيادة الفلسطينية أيضا مرغمة تذهب إلى المفاوضات ومع نتنياهو ومع أهود براكية، والمفاوضات تفشل كما فشلت في ذلك الوقت لأنه لا يوجد شريك إسرائيلي للمفاوضات، وتفشل اليوم لأنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام وللمفاوضات، والأحداث تكاد تكون هي منذ عام 48 وحتى اليوم وهو مباح. بعد 13 قتيلا 30 قتيل منذ ذلك الوقت حتى اليوم. ده قتل العربي لا حسيب ولا رقيب عليه. أم الشهيد، لا يليق بالصباح أن لا يبادلك التحية كلما جاء الصباح. لا يليق بالرياح أن تجفف فوق حبل من غسيل بعدما نشرته أم من ثياب لشهيد مات في ساح الكفاح. لا يليق بالنجوم أن لا تخول كل ليل من جديد تصبحين بألف خير يا أم الشهيد، تصبحين بألف خير يا أم الجراح. لا يليق بالقصيد أن يسمى بالقصيد ما لم تخالطه الورود والدماء والوريد والتراب والحديد، وبكل سطر من جديد يكتب اسم الشهيد ويكرر ويعيد اسمه في كل ساح من مساحات الكفاح، من مساحات الكفاح. لا يليق بالصباح أن لا يبادلك التحية كلما جاء الصباح. في ساعة العسرة يا قدس أقصانا بالحب آوانا ما لان أوهانا لو طالت الحسرة. يا قدس حادينا أضحى ينادينا يا تاج نادينا يا قبة
الصخرة، يا قدس يا داري، يا حصن أحراري، يا قلعة الصاري لا تنحني مرة، يا قدس يا مصر، يا قوة الكبرى، يا مشرق البشرى بالنصر يا درة، يا قدس يا فجري، يا بلسم المر، يا مبدأ الخير للحج والعمرة، يا قدس يا منبر، يا مسك يا عنبر، يا منبع الكوثر جئناك بالنصرة، يا قدس يا سيف قد خافها الخوف، ما برها قصف ما راعها جمرة، يا قدسنا قادا في ليلنا القاتم، والله يا عاصم رحماك من عثرة، يا قدس يا برق يعلو بها الحق، يبدو بها الصدق فوق الدنا زهرة. ألك كأنك ترك شغالك بمقصد ما عندك غيرها تحطه ببالك، مالك يا زمن غدار، مالك على فلسطين عم ترمي وبالك، كأنك ترك شغالك بمقصد ما عندك غيرها تحطه ببالك، صار لك من عهد أتراك تجهد عنك بشعبنا تغزل نوالك، بالثمانية وأربعين بدون موعد نكبت الوطن وتحقق منالك، رجعت بالسابع وستين تشهد مرارة شعب عنك ستهالك، ترجع بعدها بأيلول الأسود عذبح الشعب نتأكد ضلالك، وكأنك يا وطن ممنوع تسعد بأبطالك ولا بخيرة رجالك، بعت لك ربنا محمود أوحد بأسلوب الشعر يوصف جمالك، تشرد مثل ما شعبه تشرد لأنه رفض فكرة احتلالك، ورغم ما عشت يا محمود مبعد بأمر اللي قصد يكتم خيالك، افتكر حاله إذا اغتالك مأكد رح بيرتاح باله باغتيالك، وبدل ما جمرة التصميم تبرد لقيت الشعب متبني نضالك.